إعادة إعمار عدد من المنازل التي هدمها الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية. مباشرة نتواصل مع السيد محمد سليم عضو مجلس بلدي في بلدية عزون في قلقيلية. أسعد الله صباحكم بكل الخير سيد محمد. ولكل من يسمعنا أهلا وسهلا بك. يعني بداية نود أن تطلعنا أكثر حول تفاصيل هذه المبادرة المجتمعية لإعادة إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال. حقيقة البداية كانت من كل حر شريف في هذه البلدة منذ اللحظة الأولى من اعتداء الاحتلال على المنازل التي تم هدمها وهي 3 منازل. بدأنا نسمع أصوات من الناس أنه بالبدء بتشكيل لجنة لإعادة إعمار هذه المنازل، وهذا النفس ليس غريب على شعبنا ولا على أهلنا في عزون وفي كافة بلدات وقرى فلسطين. لدينا في عزون لجنة التكافل الاجتماعي التي تم البدء بالعمل عليها قبل رمضان الفائت، كانت هي نواة هذا العمل. ولا نخفي تأثرنا بالفكرة التي سبقنا إليها إخواننا في دير الغصون في محافظة طولكرم. فمن هذه اللحظة بدأنا بتشكيل وإعداد هذه الحملة. نعم سيد محمد، فعليا يعني كم عدد المنازل المستهدفة من أجل إعادة إعمارها؟ هل لديكم لربما سقف محدد من أعداد هذه المنازل، أم لربما سيتم حصر هذه الأعداد لاحقا بعد يعني التبرعات، بعد أن الانتهاء من هذه الجولة في الحصول على خيرات أهالي الخير والأياد البيضاء؟ حقيقة هي المنازل التي تم هدمها 3 منازل تعود لـ3 أشخاص في البلدة، في أطراف البلدة. هذه المنازل هي ليست ممكن الوحيدة، فهناك عندنا اختارات لما يقارب 17 أو 18 منزل في عزون تم اختارهم وتهديد منازلهم، ولكن حاليا هي 3 منازل ما تم هدمها، ونحن نستهدف إعادة إعمارها بإذن الله. نعم بالتأكيد، يعني ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. هل هنالك تفاعل حقيقي من الأهالي من المجتمع المحلي في بلدة عزون بهدف أن يكونوا بالفعل جزء لا يتجزأ من هذه المبادرة المجتمعية؟ في حقيقة كل أهالي البلدة تفاعلت بشكل إيجابي، من مواطنين عاديين ومن مؤسسات، ونستغل فرصة الحديث هنا لإبراك التحية لكل من بادر وساهم وتبرع وقدم. في المواطنين العاديين يعني كان الإقبال جيد وليس ممتاز، كنا نطمح لأكثر من ذلك. عندما تم البدء في هذه الفكرة أطلقناها قبل تقريبا 2 أسبوع، بادر بالمساهمة فيها عدد لا بأس به من أهالي البلدة والبلدات المجاورة وكل أصحاب الأيادي البيضاء في المنطقة. إضافة إلى ذلك المؤسسات المعنية، بلدية عزون قدمت ما تستطيع تقديمه، فلا يقل عن 20 إلى 30 ألف شيكل من بلدية عزون كانت مقدمة على شكل أعمال ومساعدات ورسوم وما شابه ذلك. هيئة مكافحة الجدار والاستيطان قدموا أيضا مبلغ محترم. المبالغ التي تم جمعها حقيقة لم تكفي بعد المبلغ المقدر لإعادة الإعمار، ولكن نطمح بإذن الله في الأسابيع القريبة القادمة إن شاء الله سنغطي كافة المبلغ. نعم. ونحن حاليا بصدد البدء في إعادة الإعمار. كم حصيلة ما قمتم بجمعه حتى الآن سيد محمد؟ يعني هل تتوفر لديكم هذه الإحصائية أو الأعداد؟ بالتأكيد فلوس سائلة تقاربنا على 300 ألف شيكل أو أكثر. إضافة إلى العديد من أهالي من أصحاب النفس الشريف الذين قدموا مواد المساهم في البناء، من مواد مثلا الطوب أو الحديد أو حتى الذين لم يستطيعوا تقديم المساهمات المادية السائلة قدموا جهودهم،
فهناك العديد من استعد للمساعدة في إعادة الإعمار. نعم. فلدينا الرصيد الكافي بإذن الله للبدء والإقدام على هذه الخطوة بإذن الله ستتحقق قريبا جدا. وهذا ما نأمل دائما وأبدا، وأن أيضا تنتشر مثل هذه الأفكار النيرة والأفكار التي تدل على الأخلاق والإنسانية والوطنية بالدرجة الأولى، على أن نكون يدا واحدة في مواجهة ومجابهة الاحتلال بكل الأشكال والوسائل والتعاضد المجتمعي. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد سليم، عضو مجلس بلدي في بلدية عزون في قلقيلية، حدثتنا عن المبادرة المجتمعية لإعادة إعمار عدد من المنازل التي هدمها الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية. شكرا جزيل الشكر لك، ونواصل. نعم تفضل. تفضل لو سمحتي. نعم تفضل أستاذ محمد. سأبرك كل التحية لامتدادنا من أهالينا وإخواننا في الأردن الشقيق من ديوان أهالي عزون، فلهم كل التحية ومساهماتهم المستمرة لا تنضب عن هذه البلدة، فهم فعلا امتدادنا الحقيقي هناك. نعم شكرا لهم أيضا، ونحن نبرق لهم هذه الكلمات الطيبة الممزوجة بالشكر والامتنان، ولك كذلك الحال، نكرر الشكر ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا وضمن كذلك